بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المساعد آفاق محمد أحمد، مدير مكتب العقيد سهيل حسن، رئيس قسم العمليات الخاصة في إدارة المخابرات الجوية. باسمي وباسم أحرار الطائفة العلوية أبدأ بالترحم على أرواح إخواننا شهداء سوريا الذين قضوا برصاص العصابات الأسدية المجرمة، وأعلن انشقاقي عن هذا الجهاز القمعي الفاسد وعن النظام السوري المجرم، وذلك للأسباب التالية: أولاً، ممارسات النظام القمعي بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا. ثانياً، ما شاهدته من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في معتقلات وأقضية الأجهزة الأمنية. ثالثاً، استمرار عمليات القتل الممنهج والعمليات الإرهابية من مداهمات واعتقالات وترويع الأهالي الآمنين والمتظاهرين السنيين. رابعاً، إصرار النظام وأجهزته القمعية على بث الفتنة الطائفية، وذلك من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة إلى أبناء الطائفة العلوية تتضمن تهديدات وهمية من جماعات سلفية وتيارات إسلامية غير موجودة أصلاً، وذلك في مناطق مختلفة من دمشق وحمص. خامساً، ما شاهدته من فظائع خلال وجودي في محافظة درعا، خصوصاً يومي مجزرة صيدا والجمعة الحزينة. وأتوجه بنداء عاجل إلى كافة العاملين في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بوقف تنفيذ مخططات هذا النظام وعصاباته المجرمة والتي تهدف إلى تخريب وتقسيم بلدنا الغالي، وأنصحهم بالوقوف إلى جانب الشعب المطالب بحقوقه المسلوبة. كما أتوجه بنداء إلى أبنائي ووجهاء طائفة العلوية من مشايخ ومفكرين بوجوب اتخاذ موقف حازم والوقوف بوجه هذا النظام وتوضيح حقيقته لأبناء الطائفة المغرر بهم، والوقوف إلى صف المتظاهرين السلميين من إخواننا أبناء الطائفة أبناء الطوائف الأخرى. كما أوجه رسالة إلى بشار الأسد وأقول له: أما أنا لك أن ترحل بعد أن تلطخت يداك بكل تلك الدماء؟ أما أنا لك أن تكتفي؟ وبالنهاية أقول لإخواني السوريين من كافة الطوائف: عليكم بالصبر، فإن النصر آت لا محالة، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.